الموضوع الأول بش يكون البنية التحتية أمام المؤسسات التربوية ببلدية وذرف، دور البلدية في تهيئة الطرقات أمام المؤسسات التربوية ومسؤوليتها في حماية التلميذ. موضوعنا الثاني أشغال تهيئة مركز إقامة الشباب الشاب تحت شنني، أسباب تأخر استكمال القسط الثاني وشنو مستقبل المشروع. الحلقة هذه وبصفة استثنائية بش تكون نهار لحد 26 ديسمبر 2021 انطلاقا من نص نهار على عليسة أفام مع نزار الهدوي، شذى الناوي ونبيلة شوشان. بكم سادة المستمعين، مستمعي راديو عليسة أفام جابس في حصة جديدة من برنامج أمور تهمنا، 26 ديسمبر 2011 على 101.2. معايا شذى الناوي، مرحبا بك شذى. عسلامة، مرحبا بك نزار. مرحبا بك نبيلة. أهلا وسهلا نزار وشذى، مرسي بوكو، نرحب زيادة بالتكنيسيان اللي معانا عاصم وعاطف. بالطبيعة يرافقونا في الحصة عاطف غالي في الهندسة التقنية، عاصم تليلي في الديجيتال في برنامج أمور تهمنا. أمور تهمنا هو برنامج شهري يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بشراكة مع 5 إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعيتي. وإذاعة عليسة يا جماعة هي واحدة من الإذاعات اللي تلقاو فيها أمور تهمنا كل ثلث أحد في الشهر من نصف نهار الماضي ساعة في بث متزامن مع مندرة أفام، دريم أفام، نفزاوة أفام وسيليوم أفام. البث متزامن على جميع الإذاعات، ولكن على كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. مواضيعنا اليوم في برنامج أمور تهمنا باش نحكوا على وضعية الطرقات أمام المؤسسات التربوية في بلدية وذرف، باش يكون حاضر معنا رئيس البلدية الدكالي بالزاوية. وموضوعنا الثاني هو باش نحكوا على أسباب تأخر القسط الثاني من مشروع الشالة مركز الشباب شنني، وباش يكون حاضر معنا المندوب الجهوي للشباب والرياضة السيد فيصل بن عون. كما ذكر نزار، الموضوع الأول باش نتحدثوا على البنية التحتية أمام المؤسسات التربوية ببلدية وذرف. سبب اختيارنا الموضوع على خاطر الموضوع هذا يمس الجهة ويمس الفئة الأهم في المجتمع واللي هما الأطفال، خاصة أنه في منطقة وذرف تكررت مرتين حوادث طرقات أمام المدارس. وسبب الأهم لاختيار الموضوع هذا هو تسليط الضوء على مشكلة فعلية موجودة في وذرف، وسعيا منا إلى الإصلاح والتحسين وخاصة لمكافحة نزيف الطرقات. باش يكون حاضر معنا سيد الدكالي بالزاوية. مرحبا بك سيد الدكالي. مرحبا بك سيد الدكالي. السلامة ومرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي ومستمعات عليسة. شكرا لك على قبول الدعوة والحضور. نسمع مع بعضنا رأي المواطنين في ميكرو تروتوار ونرجع نتناقشوا في أكثر تفاصيل. اللي قاعد يصير في البنية التحتية مش معقول. نشوفوا في برشا حوادث متاع أطفال معناها قدام المدارس، لازم نكثروا من إشارات المرور ونوعيوا مجتمعنا. نشوف برشا تقصير من العباد اللي مسؤولة، كانها البلدية ولا الدولة، على اللي قاعد يصير معناتها خاصة توا مع المطر والكل. دونك بدت الحوادث تنزاد وزيد ما فماش لا إشارات مرور لا حتى شيء. الصغار معرضين برشا للحوادث في كل وقت، دونك لازم برشا إحاطة شوية تهيئة. وذرف عندها مدة تعاني من الطرقات كل مرة خاصة ضد المؤسسات، وهذا اللي خلى عديد الحوادث نشوفوا فيها في كل مرة. نتمنى إن شاء الله إنه الطرقات يكون تصليحها على القاعدة صحيحة، يكون دراسة دقيقة لكل طريق موجود في وذرف، ونشوف في الليدودان موجودين بقلة علاش زادة كيف. نتمنى إنه يتم دراسة الموضوع هذايا، وفي كل مرة إنه رئاسة البلدية أو أعوان البلدية نقوم دراسة عميقة للطرقات في هذه البلدة، وعلى شراء تركيز أمن في هذه المؤسسات وخاصة أمام المؤسسات التربوية.
بالنسبة للبنية التحتية أمام المدارس تشكو معناها من الهينات الكثيرة اللي تخلي صغيرات والأولياء معناها يتلزوا ساعات الإنسان بشي يتعثر يطيح ساعات يتكسر وما فهمش معناها مراقبة حتى شرطة بلدية. بالنسبة للمدارس أمام المدارس معناها تلقى الأوساخ وتلقى معناها الحفر اللي معد باش تتعد فيه الشجرة، لكن ما يخلوها الإنارة زادة كيف كيف ناقصة. ميكرو عليسة، ميكرو عليسة، ميكرو عليسة. ما زلنا مواصلين. مرحبا بك سي دوكالي بالزاوية رئيس بلدية وذرف مرة أخرى. مرحبا بك. وذرف اسمع اراء المواطنين في وذرف حول مشكل الطرقات وخاصه امام المؤسسات التربويه اليوم، كيفاش نجموا نقيموا وضعيه الطرقات هذه خاصه امام المدارس والمعاهد؟ احنا بالنسبه للطرقات كبنيه تحتيه اللي قدام مدارس وذرف، نحكم على بلديه وذرف، ما فهمش مشكل في البنيه التحتيه لان شملها الكل اخر مشروع تعصير الطرقات. المشكل يمكن في عندنا شويه معناها المشكله هذه نتاع المخفضات السرعه. باهي انا باش يمكن فما مدرسه الوحيده اللي عندنا فيها مشكل هو تو يمكن هي نتاع سيدي عبد الرحمن. مشكله المدرسه هذه ان احنا باش تعمل مخفضات سرعه في معناها في معناها بونت نقول احنا ما نجمناش. فما شوي صحيح تروتوات وحنا ديجا عندنا ان شاء الله مشروع ترصيف تري بيانتو باش يبدا لينارا ان شاء الله، جتنا ديجا ركزنا عمود قدامها وباش نعملوا لينارا. النهارات هذه قاعدين نركزوا في نقاط ضوئيه. وانا باش نجسد لك المشكل نتاع وذرف بالنسبه هي راي مشكل راهو توعوي بكل المقاييس. لان انا توا عند بحذايا مدرسه يوميا البلديه بجنب هالمدرسه. مشكل هنا ان الاولياء تطور معناها يدخل بالكهرباء معناها ينجم يحط سيارته على الطريق ويمشي حتى بولده. راني انا ونتعدى منها كرئيس بلديه والله ما نجمش نتعدى منها في ليزير دو بوان سورتو 8:30 النهار. انا نقول لك المشكل هو توعي البحث، يعني لولا انت باش تجيب معناها الوليد نتاعك ولا علاش ما نحطش السياره بعيده ونهزوا على يدي. راي هذه مشكله توعويه اكثر منها انا نقول لك يمكن واحده. وانا حتى قعدنا حكينا راهو في الموضوع مع سي ماهر رئيس جمعيه السلامه المروريه وحبينا حتى قمنا باش نسكروا حتى الشارع، لكن امنيا يقول لك ما تسكرها الشارع لان تمر من الحافلات. والله احنا اصل كبلديه معناها مسبب لنا مشكل ياسر. وانا والله تو فرحت بالموضوع هذايا، انا احنا ديجا ندرسوا فيه وراهو نقول لك مشكل التوعيه لازمنا الناس الكل الاطراف الكل مع المؤسسه التربويه ومع اولياء راهو باش نوعوا، خاطر انا ما نجمش نمنع واحد بسيارته، لازم الناس توعيه. هذا هو انا المشكل الكبير اللي صايره سورتو في المدرسه نتاع سيدي عبد الرحمن و2 مارس. سي دوكالي لكن أبار أنه ينجم يكون جانب توعوي، هو الجانب الأهم هو التوعوي، خاطر في وذرف ناقصين ثقافة الطرقات وثقافة المرور. لكن اليوم ما تنجمش أنت تفرض على ولي ولا باش تسكر الكياس، ما تنجمش. حكيت مع جمعية السلامة المرورية بوذرف وكان طلب من مطالبهم انه هو تركيز شرطة مرور واللي تنجم بدورها في الاوقات اللي يكون فما اكتظاظ على مستوى المدارس في مدرسة سيدي عبد الرحمن ولا مدرسة 2 مارس اللي حتى انا متساكنة متساكنين وذرف وقاعدة نشوف فيه الاكتظاظ هذاك، مطالبتهم بتركيز شرطة مرور اللي تنظم الحركة المرورية في الوقت هذاك. صحيح شرطة مرور أختي ما أنا مانيش باش يخدم لك يوميا راهو غادي باش يجيك 8:30 النهار، أنا حكينا معاهم يجي يعمل لك مرة مثلا نقولوا في الشهر مرة، لكن ما تحلش المشكل راهو إذا كان ما نتوعوش الناس وراهو إحنا والله نقول لك هو مشكل ما فيش مشكل، لأن هي قلت لك علاش هو مشكل توعوي معناها بالقياس. وهاي يجيك اليوم سيدي الشرطة أي وغدوة
لكن الجانب التوعوي ماهوش باش يفيد برشا، على خاطر الولي واللي يقري مثال يقري ولا يخدم 8 متاع الصباح خارج 8 غير درجين، وهو كل يوم الطريق هذاك قاعد يتعدى منه، دونك اوتوماتيكمون ما عادش باش ينتبه كي يجي باش يدور، مش باش يشوف فما صغيرات ولا حتى لو كان فما اشارات مرور واللي هي ماهيش موجوده، ما عادش باش ينتبه وما عادش باش يثبت. وكما قلت انت ما نجموش نسكروه الطريق هذاك، على خاطر ما تنجمش تجي تسكر كياس باش يعطل سير الحركه المروريه في بلايص اخرى، وباش نحاولوا الاكتظاظ من جهه لجهه اخرى. دونك شنو هو الحل حسب رايك انت؟ بالله يحط روحك في مكاني، شنو الحل حسب رايك؟ والله حسب رايي الحل مش راهو، احنا شوفي اختي احنا تو السلطه المحليه بالتشارك راهو، وانا ماذا بيا والله ينبع الحل من المواطنين ديما خير، لانني اذا كان باش نعمل السلطه التنفيذيه ونبدا بالجبار واحد، ما انا عم بالي مشي الحل كما قلت انت، قلت انا مشيت باش نسكره انا هاو سي حتى سي ماهر يسمع فينا، جينا نهار قلت له انا اخويا كي تقنع لي الامن انا سكره ما عندي حتى مشكله، لكن خويا زاد قال لك ما نجمش، لما حفلات لما حاجه، احنا والله ماذا بينا نوصل الحل، انا والله مليون وانا مستعد اختي، انا حتى نعملوا جلسه حتى ما نجموا حتى نعملوا حل، خاطر انا باش نقول لك حل نقولوا احنا معناها قانوني راهو باش يضر الناس. لكن اليوم نتصور ضران الناس مش اكثر من مضرة مصلحه صغيراتنا وصحتهم، خاطر الموضوع هذا يمس الناس الكل معناها. لكن انا اختي كنت كنسكروا تو والوصولات الامنيه تقول لك ممنوع عليك كفاه، انا باش نخالف القانون انا والله ما يعني ما عنديش لا سلطه ولا قوانين انا هاو الحاجات اللي نقض عليها كبلديه، عندنا التصنيف صحيح، عندنا الجانب اللي سيدي عبد الرحمن وديجا عندنا انكور المشروع ان شاء الله، الاناره بقدر الله بعد العطله يلقوها منوره امورها واضحه ان شاء الله. احنا راهو المشكله نزيدوا نحددوا بالنسبه لنا احنا هي المدرستين 2 مارس وسيدي عبد الرحمن، هذوما هم المشكل الكبير، بالنسبه للاخرين هكا شارع بورقيبه عندنا دي دودا وزدناها نقطه اناره، بالنسبه للاعداديه جايه في حي الداخل ما عندنا فيها حتى مشكله، ولسيب نخلدون على طريق مرقمه ما فيها حتى مشكله، مشكلتنا فيها الزوز مدارس هذي. نحاول وانا من معناها من منبر هذي انا نوعدكم ان شاء الله انا تنزيد نتواصل مع جمعيه السلمه المورية ان شاء الله مع المؤسسه التربويه ونعملوا اجتماع في اقرب الوقت باش نشوفوا حلول، انا قلت لك الحلول القانونيه ماهيش موجوده. لكن ما نجموش حتى نلتجئوا الحلول وقتيه، مثال مدرسه سيدي عبد الرحمن، نحاولوا المدرسه ولا الطريق اللي يتعدوا منها الصغار نحاولوا نحدوه حتى بدي بارير والكل باش صغير كي يخرج من المدرسه، ما نجمش انا نحكم فيه ونقول له امشي بالسياسه ولا رد بالك والكل، هو باش يخرج ديريكتومون يلقى روحه في الكياس وتحت الكراهب. صحيح، انا اختي انا مستعد، انا وطرحت راهو حتى سابقا على تمر ربي يذكره بالخير السير السابق قلت له نعطيك انا لي باريير وانت شوف عامله معناها لي زور دو بوان سكر به حتى لي زور دو بوان، انا قلت له نجيب لك دي باريير، لكن المشكله هو عنده عامل بركه قال لي ما نجمش وانا نبدا لاهي برا ولاحظ، انا ما عندي حتى مشكله نجيب لهم دو باريير منه دو باريير معناها في لي زور دو بوان ينجموا يخرجوهم يسكروا الطريق على الاقل باش نضمنوا سلامتك الوليدات، وبعد ما كان نص النهار عندك ماضي ساعه، عندك ماضي ساعه والثمانية والخمسة ثلاثة حاجات أنا مستعد نعملها أو نوعدكم بها، لكن لازم المؤسسة التربوية تتعهد بأن ليزر دو بوان يجي مع ماضي ساعة ربع يحطهم مثال باش على الأقل السيارات راني تتراكي على جنب ويهزوا للداتا، والواحد يقول لك رأيي والله مشكلة راينا والله ندوروا هذه تونس والله لو كان نوحوا خونا والله نبدو لاباس بينا، يعني أنت تو بتوذر هيك ولا؟ أي فما زوز طرق مرقمه واسعه، يعني علاه ما نحطش سيارتي ونجيب ولادي؟ علاش نخرج 8 غير درج؟ على غالب هذيك المشكله في توصل كله. انا راي والله احنا ما انا الا مواطنين راهو ما نرقوا وما نحدوا المشاكل راهو 80% منها توا، وانا هاني نعطيك الحل هذا. سي دوكالي نعتذر منك نرفع اذان صلاه الظهر ونرجع مع بعض. يعيشك خويا. معكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة جابس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. تقبل الله صلاة الجميع. رجعنا معك سيد دوكالي، مرحبا بك مرة أخرى. بكم أكثر. إذا كما قلت لك نزار، يمكن نرجع معناها إحنا كما قلنا النجم هذا حل نخذوه تو مؤقت إلى أن نشوفه معناها هذا بالله نقطة على الشرطة البلدية. رأي الشرطة هو اللي قادرين عليه احنا، والعمل هذايا في الساعات زير دو بوان فهم باش يوقفوا هاك. علاش قلنا لازمنا معناها شويه توعيه ان شاء الله، والنجم الحل هذايا كما اللي معناها بروبوزي هذايا تنزيد نطوات نعطوهم هانوما اللي بريار على الاقل باش نحفظوا سلامه ال ان شاء الله. ثم حوايج اخرى ان شاء الله بقدره ربي. بالنسبه عندنا مشروع ترصيف صحيح للبريفيريك بتاع مدرسه 2 مارس 2 سيدي عبد الرحمن، ناقصه شويه ترصيف ان شاء الله في باش نقول حسابها في المشروع هذايا. وديجا ركزنا قلنا لك نقطه ان شاء الله اناره، وعدنا زاد المدير باش نعملوا نقطه اناره فصل المدرسه البارتيه اللي قدام الباب قال مظلمه شوي ان شاء الله. مشكور سيدو كاري. لكن اليوم مشكلة الشوارع مش كان قدام المدارس، علاش اليوم في وذرف مازال ما عندناش في الشوارع الكل إشارات مرور ومازالت الإنارة ناقصة؟ وين معناها الآن احنا توا النهارات بصدد عندنا مشروع معناها ديجا نركزوا توا في نقاط إضاءة، يعني عندنا ديجا كراس المواطنين واحدة، توصلنا ناس الله مع في مروان التقنية معانا، درنا شوي في الحوم اللي ناقصه نقاط اضاءه، وان شاء الله هو تو بصدد اللي معناها قاعد يركب فيهم النقاط اللي تسمنا فيهم. واذا كان تو دعوه اذا كان فما اشارات المرور، الاشارات المرور عندنا ناقصه شويه ان شاء الله مع التجهيز هنا، وعندنا شويه بلاي ركزوها النهارات ان شاء الله. ما نجموش نحدد المواطنين وذرف تاريخ معناها اللي نجم يكون فيه يكون فيه اشارات مرور وتتحسن الوضعيه. والله الاشارات المرور ان
ان شاء الله الثلاثي الاول معناها ان شاء الله والله باش نعطيك تاريخ انا معناها في غضون تدوكالي نحكوا على دور البلديه في مراقبه الفضاءات القريبه من المؤسسات خاصه في استعمال الرصيف. هذا مشكل كبير اليوم انتم كبلديه دوركم في المراقبه. والله عندنا احنا ما ديجا احنا الشرطه البلديه عامله معناها عملنا اخر مره خرجوا معناها ونبهوا على اصحاب هذوما معناها الفضاءات والمحلات التجاريه الفضاءات محلات باش يعطوهم معناها المتراج القانوني اللي نجموا ينصبوا فيه. وقاموا زاد بعده مخالفات وانا تعرف هذا هو المشكل القائم في البلاد الكل. على الاقل نحدد شوي من الانتصاب هذا الفوضوي على لسلامه المرء. اليوم سدوكالي زاد المواطنين في وذرف يقول لك الوضع المروري وخاصة السيارات، ونعرف اللي وذرف جاية في طريق رئيسي يربط ما بين جبس وقفصة، وخاصة الشاحنات الثقيلة هذه اللي تسبب في مشاكل كبيرة. زاد الشاحنات الثقيلة عندنا مخفضات بالنسبة للسرعة، رانا احنا كل راسلنا راهو زي ما تعرفوا ثم لجنة جهوية هذه لتركيز هذه المخفضات، ورانا احنا راسلنا خصوصي هو الروت 23 هذا جي بي 15 رانا راسلنا فيه هو نقص، وحتى فما جينا مع اداره الجسور والطرقات وحددنا بعض النقاط، لكن كما تعرف باش يعملوا مخفضات لازم معناها اللجنه توافق، ومازال نقص انا بالنسبه لي يعني احنا بعثنا في اكثر من نقطه على الجي بي كان. وبالنسبه للشاحنات راهو ما ثمش قانون ما نجمش تمنع راهو الشاحنات من دخول ال معناها البلاد، فهمت؟ وان كان معناها بالنسبه لحتى الفوسفات عم بالنا عندهم معناها قد طريق الحامه وحطينا لهم معناها اشاره غادي، لكن معنا وزدنا حتى كلمنا الشرطه والمرور باش يقوموا كل مره بالدوريات. والله غالب معناها تشوف معناها وذرف على تسمى زي كارفور على زوج طرقات دوليه تسمى، فهمت؟ وانا حاطين في المخفضات خاطر هاك هي اللي باش تنقص من حده معناها الحوادث ان شاء الله. يعطيك الصحة سي الدوكالي على كل المعلومات هذه، وشكرا ليك، وكلمة أخيرة لأهالي وذرف خاصة مشكل الطرقات أمام المؤسسات التربوية، ماذا بينا تاريخ أولي على الأقل باش تحل المشكلة هذه. ان شاء الله والله نوعدكم الموضوع هذا باش ان شاء الله في غضون الاسبوع القادم ان شاء الله الاسبوع القادم نعمل جلسه مع جمعيه السلام المريه وحتى مديري المدارس باش نطرح عليه الحل هذا الاولي، وان شاء الله بالناس النقاط الاضاءه يرجعوا ان شاء الله بعد العطله يلقوهم مرقلين ان شاء الله. وبالنسبه للمخفضات السرعه نعملوا متابعه مع التجهيز ومع الولايه على تركيزهم ان شاء الله. شكرا شكرا لك سيدي، ونشكركم على الموضوع اللي اخترتوه واللي والله ما يعطيكم الصحه، وعلاش لا معناها الواحد ديما نشوفه. شكرا، بالعكس هذوما يفايقونا على الاقل باش بالتشاركيه نشوفوا مشاكل ونحلوها مع بعضنا ان شاء الله. شكرا لك الدوكالي بالزاوية رئيس بلدية وذرف على كل هذه التفاصيل. كان هذا موضوعنا الأول في أمور تهمنا، ما زلنا مواصلين لكن نمشوا الفاصل الموسيقي ونرجع.
المؤسسات التربوية ببلدية وذرف. دور البلدية في تهيئة الطرقات أمام المؤسسات التربوية ومسؤوليتها في حماية التلميذ. موضوعنا الثاني، أشغال تهيئة مركز إقامة الشباب الشالة بوحدة شنني. أسباب تأخر استكمال القسط الثاني وشنو مستقبل المشروع. الحلقة هذه وبصفة استثنائية باش تكون نهار الأحد 26 ديسمبر 2021 انطلاقا من نص نهار على عليسة أفام مع نزار الهدوي، شذى الناوي ونبيلة شوشان. رجعنا لكم سادة المستمعين، ما زلنا مواصلين في برنامج أمور تهمنا. رجعنا لكم مستمعينا، وفي البارتي الثانية من حلقتنا باش نحكيو على أشغال تهيئة مركز إقامة الشباب، وفي موضوعنا هذا باش نستدعو الشباب والرياضة الشالة بوحدة شنني. إذاعة عليسة، مرحبا بكم وشكرا على الدعوة. شكرا، يعطيك الصحة وشكرا لقبولك الدعوة. اليوم باش نحكوا كما قلنا على أشغال تهيئة مركز إقامة الشباب شالة بوحدة شنني. نسمعوا مع بعضنا ميكرو تروتوار على ميكرو عليسة، وهنا راجعي. ميكرو عليسة، ميكرو عليسة، ميكرو عليسة. ماذا بينا مركز شالة شنني يكون عند حسن ظن، معناها بخدم الشباب بالنسبة لمنطقة شنني غاديك، معناها مستحق البلاصة كيما هكا، كما فماش معناها التو مركز كيما معناها الشباب ويأثر الشباب أكثر، وماذا بينا زادة يكون محمي خاصة من طرف الأمن، على خاطر البلاصة هذيك راهي خلينا نقوله مخطرة شوية وديما فيها رغاف الصحيح مي ناقصة على الأخر. ان شاء الله يكون متنفس لصغارنا باش يحوسوا، باش معناتها باش يتفرهدوا فيه وباش مواهبهم الرياضيه، ولا معناتها يتفرهدوا بلاصه باش الصغار ينفسوا فيها مواهب. ان شاء الله يكون منفس للصغار، ان شاء الله يكون حاجه باهيه تنضاف الجبس، نلقون صغارنا يمشوا يتفرهدوا فيه خير من حاجه مسكره وما فيها حتى فايده. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله زياده خير الجبس يا ربي ان شاء الله. الأمور الكلها عال العال باش تخدم الدنيا كلها غاديكة، وباش تدور العجلة الاقتصادية كلها في المنطقة بصفة عامة، كان شنني وإلا جابس، وتجي العباد وتفهم. هذا يعني من باب التسويق للسياحة بالجنوب الشرقي التونسي، وما رأنا إلا معناها الأبواب متاعها ما زالت يعني موصودة، ما فماش حتى إلى حد الآن ما فماش نية كونهم باش يعملوا فيها خطوة بالرسمي، يعني تكون خطوة ناجحة. أولاد الجهة يعني تحركوا حبوا يلقوا لها حل، أما الغالب ما فماش حل حتى، ديجا جت يعني الوزيرة شفت وما صار شيء، يعني بدو في الأشغال أما ما كملش، يعني ما فما حتى مفعول. حبينا قداش مرة يعني نلقوا حلول، خاصة بشي نلقوا برشا موارد شغل، برشا ناس بشي ولو يخدموا بشي تحرك البلاد. ميكرو عليسة، ميكرو عليسة، ميكرو عليسة. رجعنا لكم السادة المستمعين، كنا نسمع في الميكرو ترتوار سي فيصل بن عون المندوب الجهوي للشباب والرياضة انتظارات أهالي شنني من مركز الشالة الشباب، وخاصة ما مدى أهمية المركز هذا. سي فيصل، شكرا على الاستضافة مرة أخرى، شكرا على الجميع المتدخلين على الميكرو ترتوار اللي فما نقاط هامة تم إثارتها في تساؤلاتهم، وإن شاء الله نحاولوا باش نجاوبوا عليها. التسمية نتاع المركز قبل كل شيء هو مركز إقامة الشباب شالة، نكون واضحين فيه. فهمت، هذا التسمية الرسمية للمركز، واللي فيه قرار فتح ب 23/1/2020 تم معناها الفتح نتاعه وتعيين مدير على السنتر. بقى فما بعض من الإشكاليات المالية درجة أولى هي اللي عملت التأخير هذايا في انطلاق معناها الفتح بصفة رسمية. صحيح بعد زيارة السيدة الوزيرة تم رصد بعض الاعتمادات اللي أحيلت مؤخرا للمندوبية، وحاليا بدينا في إجراء وزعنا بعض الأذون التزود، مش نقول معناها